النقاط الموجوده متجدده على يا صباح الخير استاذ عبد الله. كنا قاعدين عم نحكي عن الطاقه البديله والطاقه المتجدده وعن اهتمام دوله الامارات بهاي الطاقات لحتى يامنوا مستقبل مستدام لابناء الدوله. صباح اسمعكم الخير. ما شاء الله جزاكم الله خير. بالعكس اولا صباح الخير. صباح النور. وسعد صباحكم في هاليوم الجميل واستضافتكم لي هاي صراحه تشريف بارك الله فيكم. هي الطاقة اللي انت تقولوا عنها صراحة طاقة جميلة جدا بس ما مستغلة يعني نتمنى انها تستغل يعني استغلال صحيح. دولتنا فيها كل انواع الطاقات طبعا الشمسية طاقة الرياح طاقة مثل ما ذكر الاخ وانا عجبتني قالوا لي يعني ممر رياح في الفجيرة يعني بامكاننا نسوي مثلا المراوح الرياح نقدر نولد طاقة ونغذي مثلا منطقة أو منطقتين مجانا وهذه روحها يعني أولا كشكل كديزاين ك يعني أن احنا نكون على نفس نمط العالم كله. ثاني شيء عندنا بعد عندنا أمواج عندنا تيارات في تيارات مائية هنا موجودة صوب رأس الخيمة صوب المضيق أو أي مضيق من المضائق تولد طاقة تيار حركي من الامواج بهذه الطريقه بعد نستغلها وتكون بعد نوع من انواع الطاقه المتجدده لان البترول والنفط يعني له فتره ويمكن مش انه بينتهي مستحيل ينتهي لكن انه بيكون اقل يعني انتاجا فليش احنا ما نستغل في هذا الوقت دامه موجود دامه القوه موجوده نستغل في كل الانواع الطاقات ومن ضمنها الطاقه المغناطيسيه اللي تكلم فيها هذه الطاقه جديده وان شاء الله بتسمعونا باذن الله ان شاء الله. بس الجدير بالذكر استاذ عبد الله حابه اخذ راي حضرتك فيه انه البعض بيحكي انه اهم من ان احنا نكتشف او نحن نتعامل بالطاقه المتجدده ان احنا نتعلم ازاي يعني نعمل كنترول على استهلاكنا للطاقات دي سواء موجودة أو متجددة. ترشيد الاستهلاك بتاع الطاقة ده أهم من اكتشاف أو استخدام الطاقات المتجددة. إيه رأيك في الموضوع؟ هو كلام صحيح. في نقطة أنا دائما يعني في أي اجتماع أو أي مكان أنا أتكلم فيه طبعا وهذه أنا أتمنى لكل بيت في كل مكان في حتى في كل الدوائر في يسمونها ساعة الذروة في الدولة. الساعة هاي تكون يعني الكهرباء فيها عالية جدا لأن وقت الضغط هذا. فإذا أنت الآن قدرت أنت تسوي كنترول في بيتك في مكانك في أي مكان في هاي الساعة أنت بتلاحظ وأنا يعني أقول لكم أكيد يعني كل واحد يجرب في بيته وبيلاحظ الشهر اللي بيشوف فاتورة كم بتنزل. بتنزل نزول يعني أنت بتحس فيها. هي الساعة حد يعرف الساعة ولا ما تعرفون؟ هل تعرفونها؟ هي الساعة من 2:30 إلى 3:30 هذه يعني يفضل أن في هاي التوقيت أن نقلل ونحاول مثلا البيت يجتمع مكان واحد بدال يشغل المكيفات كلها. هي طبعا يعني الخسارة مش خسارة الليتات والثلاجات وهذه عادية. الخسارة هي بالمكيفات والسخانات هذه هي الأعلى كلفة من المسخنات ومن المكيفات هي نفسها فقط. هي مع ان الفتره هاي اللي تكلمت عنها من الساعه 2 الى الساعه 3:30 تقريبا يكون الشمس يمكن فيها وايد حاره. اكيد معظم الناس يكونوا في دواماتهم تلقى نفس المكيفات اوريدي قاعد تشتغل في البيت اوتوماتيكلي من غير تحكم فيها. صحيح. كيف نقدر نحكم هذا الشيء؟ مثلا احنا عندنا غرف زياده وعندنا مثلا صالات زياده، كيف نقدر نجمع الطاقه ونخليها ما نقدر نستعملها اكثر عمرا؟ شوف يعني في اشياء مبتكره يعني لو فكرنا فيها بتكون هذه جديده في دوله الامارات. مش شرط احنا يعني نعتمد على المكيفات، في طرق ثانيه يعني ليش ما نستخدم التبريد بالماء؟ ليش ما نستخدم التبريد بالماء؟ يعني نغذي الجدران في يعني بايبات نحاس والارضيه واي مكان تبغي، بعدين انت اللهم بس يعني تفتح ماي بارد، الماي بارد يدخل في هذه البيبات هاي بتخلي المكان بارد، بتخلي المكان كانه بارد بروده عاديه، مش يعني بروده ثلج ولا بروده هذه، فبيكون انت بتقلل الان من المكيف. في سويت انا قبل فتره
ابتكار أن تقليل قوة المكيف. المكيف إذا كان قوته حاليا 3000 و2000 و5000 و6000، احنا ليش ما نقلله؟ فيعني التقليل موجود، لكن نبغي العمل الجاد، نبغي يعني ان فريق، نبغي موقع مكان نبدا نصمم هالاشياء هذه. ان بدل المكيف يكون يعني بدل تشغل مكيف 3000 و4000، انت تشغل يعني 10 مكيفات على المكيف. عرفت كيف؟ يعني الطاقه من 3000 و4000 توصل 350 واط. فهاي 350 واط يعني بتسوي شيء كبير في البيت، يعني حتى تقدر تشغل البيت كامل كانك يعني مشغل مكيف كانك مشغل ثلاجه. بس المشكله السيد عبد الله انه في ناس تتخيل انه هذا النوع من انواع الطاقه هو شيء مثل الرفاهيه، يعني انا مثلا بكون مرفه اذا انا مشغل كل المكيفات عندي بالبيت، بكون مرفه اذا انا استغلت الطاقه لاقصى الحدود. كيف ممكن نقنع هدول الاشخاص انه لا لازم يكون في ترشيد لاستهلاك الطاقه، وهن بتحس عندهم قناعه انه الدنيا ما حتوقف علي اذا انا وفرت او ما وفرت طاقه ما حتفرق بالكوكب؟ فكيف ممكن مثلا نعمل حملات توعويه او نقنع هدول الاشخاص بهذا الموضوع؟ شوف بهاي الطريقة احنا يعني إذا أنا أبغى أقنع الشخص أنا ما أقدر أقنعه بالكلام، أنا أقنعه يعني بالأرقام. أما بالكلام يعني لو تتكلم أحيانا الكلام يعني نفس الشيء. مثلا أنا عاوز أبغى أتعلم السباحة، إذا أنا أقرأ أو أتكلم أو أني أنا أقول لك والله بتسبح لازم تسوي كذا، لازم حركة كذي، لازم تاخذ نفس، فانت بتسمعني وبتكون 100% يعني معاي 100%. لكن يوم انا باخذك في نفس المكان وبقول لك الان الحين هني طبق، ما بتقدر تقول له انا ما طبقت، يعني ما انت ما جبتني في العمل نفسه. فهذا اي شخص يعني شاف الرفاهيه اذا راح مكان وشاف الحر والضغط بيقول شوف كيف سبحان الله احنا عايشين يعني مشغلين شيء اكثر من الطاقه ونهدر اكثر من الطاقه. فشوف الاماكن الثانيه ان قليله الطاقه قليله، لكن شوف العيشه كيف، التبريد، النظام، الراحه النفسيه في هاك المكان والراحه النفسيه في هذا المكان اللي انا اشوفه كامل مبرر. احنا مشكلتنا بس يعني في الدوله وفي اي مكان هي الاثنين، هي التكييف والتسخين. طبعا في حلول، لو يعني عرض الحل هذا لهؤلاء الاشخاص، اي شخص يكون، حتى لو انا بيتي ابغى اقلل من الدخل، من المصرف، من كذا، هذا شيء طبيعي لكل حد. لو كان اغنى واحد لازم ينظر الى يعني الى إن كم الخساره. حتى اللي بيفكر يبي يشتري شيء يسال هل بستفيد منه؟ هل بيكون لي دخل؟ فما بال انك انت الان يعني شبه شهري انت تدفع شيء من يعني ما كان ينبغي تدفع، وانت قادر ترشده في نفس الوقت. مش يعني مش الموضوع مش صعب زي ما حضرتك بتقول استاذ عبد الله، وكمان زي ما الناس عرفت الجهل وعدم العلم بالشيء، يمكن ده السبب ان احنا ما عندناش مثلا ثقافه التعامل دعاء مع الطاقات المتجدده، او ما عندناش ثقافه ترشيد الطاقه اللي عندنا، متخيلين ان هي هتفضل معانا طول العمر مش هتخلص، رغم ان في نماذج كتير في الكون بدأنا نسمع انه الشوكولاته هتنقرض، بدأنا نسمع انه النحل احتمال ينقرض لانه بسبب تصرفاتنا احنا البشر. بس عايزه حضرتك تكلمني اكتر على مستقبلنا احنا ان شاء الله هيكون شكله عامل ازاي مع الطاقه المتجدده، يعني الايجابيات اللي هتعود علينا بسببها. شوف مع الطاقه المتجدده ومع الطاقه يعني يسمونها الطاقه الدورانيه او الطاقه اللامتناهيه، اذا احنا بغينا يعني نستفيد. شوف اذا دائما العلماء اللي سووا الكهرباء او اللي سووا اللي اخترعوا يتكلمون في اشياء يعني فوق الخيال، يعني العالم او المخترع ما يتكلم في موضوع عادي. اذا تكلم موضوع عادي معناه انه مستوى عادي، صحيح. فيتكلم في موضوع خيالي حتى يعني يكذب. في يعني في جملة إذا 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 المخترع قال كل اللي عنده أو كل اللي يفكر فيه ما بتوصل الكهرباء أو كذا إلى الآن ما بتوصل، لأنه تكلم في شيء غير منطقي، إن كهرباء والليتات تشتغل بثانية وتشغل لك يعني منطقة أو إمارة أو دولة بسويتش واحد، فهذه مستحيلة. إحنا إذا في عقلنا نقول مستحيل،
نفس التليفون نفس ونفس كل شيء. ف في يوم يعني احنا اذا فكرنا يعني بتروي فكرنا بعقلانيه بنلاحظ ان ليش ما نعدل من مستوى الدوله في يعني في نظام الكهرباء، لان كل مكان اي مكان بتروح له بيقول لك كم استهلاك الطاقه وكم انا اعطني كهرباء، انا ابغى كهرباء، الكهرباء بالميجا وات كم ميجا. فانت الان يعني احنا ما عندنا انهار ولا عندنا شلالات ولا عندنا، لو كنا عندنا شلالات نقدر نولد طاقه من الشلالات. اول طاقه كهرباء اي سي يعني كهرباء العاديه تولدت من في امريكا من شلالات نياجرا، اول طاقه هي كهربائيه كانت قبل عايشين على الدي سي على الطاقه المتغيره. فهذه احنا كيف احنا ما عندنا هالاشياء، لكن عندنا يعني طريقه ثانيه، طريقه المغناطيس. المغناطيس هاي جديد لكن في بعض الاماكن هذا يعني الان شغالين فيه. احنا ليش ما نبدا ونشتغل في هذا؟ هذا المهم، يعني هذا اللي يعني بيولدك طاقه مجانيه، طاقه ما لها اي تاثير ولا لها اي يعني مضار ولا لها اي شيء، تولد طاقه من الفضاء، طاقه يعني مجانيه نفس كوكب الارض. كوكب الارض يدور الان، الكوكب الارض قطعه مغناطيسيه تدور بالفضاء، احنا نستغل الطاقه هذه بالكوكب الارض انها يدور المغناطيس بالفضاء يولد طاقه كهربائيه. يعني على حركته في المغناطيس هذا يتمدد ويتقلص يبدا يولد طاقه كهربائيه، ما يسبب اي تاثير ولا اي شخص يتاثر منه، يعني سواء في توليد طاقه كهربائيه سواء في التسخين حتى الماء. اذا احنا بغينا يعني مثلا عندنا بنايه او فندق او مبنى كبير، ولو احنا نقول لكم في كل بيت اقل شيء كم سخان؟ 5 صح ولا؟ كل بيت يعني هذا اقل شيء 5، وفي وقت البرد اظن لو 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 20 يشتغلون. انا اذكر واحد يقول لي انا عندي 25 سخان ما شاء الله فيشغلون كلهم صح، فيقول لي يعني انا تعبت يعني ما هذه وين يعني هاي طاقه كهربائيه والسخان الى ان يسخن هذه تعطي كهرباء. انت الان تسحب كهرباء من عندك ويبدا العداد يحسب عليك وانت تقول يا خلينا ننتظر الماء الحار. ليش ما نحول هذا كله لطاقه مغناطيسيه؟ توليد الماء الساخن من الطاقه المغناطيسيه بخلال ثواني بيوفر على حاله وبيوفر كمان على غيره، لانه هي طاقه متجدده، مثل ما هو له الحق انه يستخدمها غيره له الحق يجي على هاي الحياه ويلاقيها موجوده. بس ما بتلاحظوا انه احنا كمان مشغلين كثير اضاءه؟ مشغلين وايد اضاءه بس ما في تكييف، كان لازم نعمل كنترول عليها لانه الموضوع يمكن احنا بنحس انه هو شيء يمكن احسن قادرين احنا نعيش بطريقه مثلا اوضح او شيء مثل هيك، الا انه هي بالنهايه بتصب بنفس الشيء انه احنا عم نستهلك. بس انا كمان في عندي تعليق على موضوع الفنادق، قطاع الفندقه يمكن هم اكثر القطاعات اللي بتعتمد على استهلاك الطاقه. بنلاقي انه هو دائما الاوتيل 24 ساعه فيه زوار، فيه كهرباء عم تشتغل، جميع المرافق والفاسيليتيز شغاله، بتعرف كمان الاوتيلات بيلعبوا بالإضاءة كنوع من الديكور، فبيضطروا أنهم يكونوا مشغلين الإضاءة 24 ساعة. مياه الاستحمام اللي هي بيروح الشخص على غرف الأوتيل بيعتبر أنه المي كأنها هي ببلاش وكأنها ما بتعود للأرض وغيره رح يستفيد منها. شو رأيك بقطاع الفنادق واستهلاكهم للكهرباء وكيف ممكن يرشدوا هذا الاستهلاك بطريقة صحيحة؟ شوف أنا أتمنى يعني خاصة قطاع الفنادق وقطاع يعني الدوائر والشركات والمؤسسات الكبيرة، يعني إما أن يعني مثل ما قلنا نخلي السخانات، إذا لأن إحنا لو تلاحظون تدخلوا أي فندق وأي شق أي مكان تفتح الماي ساخن نار جهنم صح ولا؟ فإحنا نقول هالموضوع عادي، ترى هذا كله تكلفة يعني احنا لو دافعين، لكن احنا نقول يا اخي خلنا عادي شو يعني انا دافع وخلي الماء ينزل، خلي الماء ينزل فما ما يهمني. فهذا الماء اللي يروح ترى يروح من الدوله، يروح من المكان هذا. فاذا انا هذا والتكلفه على الفندق طبعا ضغط لما يدفع يعني اللي عليه في الكهرباء والى اخره. لو هذه استغلوا سواء الفنادق او اي مكان استغلوا مثلا التسخين بالمغناطيس بيكون محرك واحد
السخانات تكون كلها موجوده، ما نقول احنا نشيله وركبوا مثلا نظام ثاني عشان بيقول لك والله هذا بيخسرنا ان بنشيل وبنحط، لا خلي السخان مكانه. انت تولد طاقه مثلا في الاعلى في مغناطيس تولد طاقه حراريه. المشكله استاذ عبد الله الحين الاجهزه الجديده الحديثه اللي نزلت في السوق تقريبا كلها تحسها تاخذ طاقه زياده عن قبل. صح. عكس الاجهزه القديمه اللي احنا كنا نعرفها مثلا المقابض تستهلك طاقه كهربائيه يمكن اكثر. هل يوم من الايام راح نشوف الادوات الجديده والاستخدامات الجديده والاجهزه الجديده راح تستخدم طاقه يمكن اقل من المعروف الطاقه المتجدده؟ انا ما اتوقع. ليش؟ لان دائما التسخين يكلف حراره. لو تلاحظ هواية الملابس تأخذ 1500 2000، الميكروويف 2000، بوتاكاز اللي هو الجديد ده أستاذ عبد الله سيء. إحنا كل شيء جديد صار يستهلك طاقة أكثر. يعني هذا شو هذا يعني إنه أنت تشتريها تشوف يعني رفاهية. يعني حتى اللي بتقليلك بطاط أنت لو بس تشوف شكله وديزاينه وسرعته، لكن اقرأ يعني كم وات بتاخذ الساعة بتلاقي 1800 2000 3000. أنت تقول أخي واللي ما يهمني أنا زي هذا ما يهمك، لكن أنت بتدفع تدافع حين وبتدفع كل ما تشغل بتدفع بالساعة. فإذا أنا فكرت فيها مثل ما قلت لكم الطاقة الكهربائية إذا تحولت أو إذا وجهنا الناس أو وجهنا الدولة إلى نظام المغناطيسي. المغناطيس ترى هو اللي يعني شو لو تلاحظ الكرة الأرضية دائرة ما توقف أبدا. المغناطيس يعني في كل شيء مهم. لو تلاحظ السماعات السيارات التلفزيونات في حتى الميكرويف يعني اساس مغناطيس. حتى الالعاب حتى السياره اذا ما فيها مغناطيس ما تمشي. صحيح. السياره بس كيف وين احنا ما ندري، بس احنا نقول لا يا اخي انا اشغل السياره وتمشي وامشي وخلاص ويحصل اللي يحصل. أيوة بس عارف استاذ عبد الله بجد مشوار الميل بيبتدي بخطوه، وانا بلاحظ ان اول خطوه في الموضوع ده بالذات ان يكون عندنا 2-3 زي حضرتك كده عباقره يعملوا لنا محاضرات يفهمونا او يعلمونا ازاي نتعامل مع الكهرباء، ازاي نتعامل مع الميه، ايه مصيرنا اذا تعاملنا معاهم بشكل خاطئ. وان شاء الله يكون لينا لقاءات ثانيه مع حضرتك وتعلمنا اكتر واكتر، استفدنا كتير من كلامك. شكرا لحضورك ونورتنا وشرفتنا. نطلع بريك وبنرجع تاني. الله يبارك. يلا بينا.